السلام عليكم. زي ما كان متوقع، الحريري راح لقصر بعبده حسب الموعد المحدد لتشكيل الحكومة مع الرئيس ميشيل عون، وخرج الحريري من اللقاء علشان يعلن أو يفضح حقيقة كلنا كنا عارفينها من قبل، وهي إن الرئيس عون مصر على التدخل في التشكيلة الحكومية علشان يضمن له وللتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، ويضمن لحلفائهم كمان حزب الله الإيراني ثلث معطل في التشكيلة يسيطر على الحكومة وقراراتها بالكامل، وبالتالي يضمن أن يفضل لبنان رهينة للمحور الإيراني، وبالتالي برضو يبقى حال الشعب اللبناني على ما هو حاليا. بل من المؤكد أن الأمر سيزداد سوءا للأسف، خصوصا أن قبلها بيومين حسن نصر الله زعيم ميليشيا إيران في لبنان طلع بخطاب زي العادة علشان يبشر الشعب اللبناني أو يهددهم، بمعنى أصح يهددهم بحرب أهلية، مكررا حرب أهلية في خطابه حوالي 10 مرات، طبعا معتمدا على السلاح الإيراني لفرض إرادة إيران في لبنان، واللي بيدفع الثمن بكل أسف هو الشعب اللبناني. طبعا النتيجة الحتمية لأي بلد فيها طرف سياسي مرتهن للخارج هي الضياع والانهيار والتخبط السياسي، فما بالك إن في لبنان عندنا طرفين سياسيين مرتهنين للخارج تحديدا لإيران، وهم حزب الله بسلاحه، حزب الولي الفقيه في طهران المتخصص في إيذاء ومعاداة الدول العربية الداعمة لبنان تنفيذا لأجندة إيران الفارسية في المنطقة العربية المتضمنة باختصار احتلال الدول العربية والسيطرة عليها بعد نشر الخراب فيها، وعندك كمان التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل طامح للوصول لكرسي رئاسة في لبنان بقوة سلاح ونفوذ إيران في لبنان برضه زي اللي حصل في 2016، وأدى ده للوضع اللي احنا شايفينه النهارده في لبنان. وبما ان القاعدة اللي ملهاش استثناء بتقول أينما حلت إيران حل الخراب والفوضى، فما نملكش غير إن احنا نحط إيدينا على قلوبنا واحنا بنتأمل المشهد اللبناني، خصوصا إن لحد تسجيل الحلقة دي مفيش أي مبادرات أو بارقات أمل لحل مرتقب في لبنان. الليرة في انهيار مستمر، والتضخم بيرتفع، والناس بتعاني أشد معاناة، والسادة السياسيين في لبنان بيلعبوا لعبة الكراسي. وإذا أخذنا في الاعتبار تهديدات عميل إيران في لبنان نصر الله قبل أيام بحرب أهلية، فما نستبعدش نزول عبيد حزب الله وشبحته للشارع لفرض أمر واقع. كان الله في عون الشعب اللبناني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.